خاضت بعض نجمات الغناء العربي تجربة مختلفة عن مجالهم بالغناء ودخلوا خطوة جديدة وهي تقديم البرامج التلفزيونية يلي نجحت بجدارة. الفنانة شيرين عبد الوهاب ظهرت بمجال التقديم من خلال برنامجها شيري ستوديو ويلي بيعتمد على استضافة 3 نجوم بكل حلقة على أنه يكون كل حدا فيه مطرب أو مطربة ليغنوا عدد من الأغنيات طوال فترة الحلقة. بتبلش الحلقة معها بأغنية قديمة وبعدها تقديم الضيوف والحديث معهم بمشاريعهم الفنية الجديدة. ومشيرين للفنانة أصالة نصري اللي قدمت تجربتها من خلال برنامج صولا بفكرة جلسة بين مجموعة من 3-4 من الأصدقاء بزيارة كضيوف لبيتها ليبلش الحديث بينهم بدون أي تكلف أو تعقيد. وهالجلسة بتشمل مطرب، ملحن، شاعر وموزع موسيقي ليكون في جو غنائي، وعن الحوار فبيكون حول مواضيع حياتية من تربية البنات والزواج والأسرة والمطبخ للهوايات والطموح وذكريات الطفولة. وهيك من غنية اللي قدمته المغنية مايا دياب بطريقة مرحة وشكل جديد، وهو برنامج ترفيهي مع مايا دياب بيتسابق فيه نجوم هواة بألعاب وأغاني. وأما نورت مع الفنانة أروى كان بيستقبل ضيوف وبتبلش الأسئلة تتوجه لكل ضيف ليجاوب عليها بصراحة. بالختام مع الفنانة أنغام ببرنامج بيحمل اسمها وهو موسيقي ترفيهي بيستضيف نجوم من الفن للحديث عن مسيرتهم الفنية. برأيك مين الفنان يلي نجح بمجال تقديم البرامج وشو البرنامج المفضل لك؟